أهلا بكم في مهرجان صيف العاصمة الخضراء التالي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب أو التعليق وشاركه مع أهلك وأصدقائك. ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن على قناتي في اليوتيوب المحترف إب وقناة المحترف إب ممثلة بالأستاذ وليد المطري. وأقوى تحية للفنان والمصور أحمد المطري. شكرا 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 لإبداعكم لفنكم، شكرا للجمهور العظيم. في هذه اللحظات نرجع لليوم الجنون، ما رأيكم؟ اليوم نخلوه يمه وما يحلى يوم جنون إلا بالنجم المبدع والمتألق الأستاذ فهد الضراب. موبو زين محمد الله زين محمد زين محمد. ايضا الفنان المتالق ونجم حاولاوي ايضا الفنان الاستاذ علي البعداني. باقي زين بعد زحمة عيب تعد الأكسجين كله. أستاذ فهد فنان المبدع، ما رأيك بجمهور صيف العاصمة الخضراء؟ أنا ما قبشرش مثله أبدا، هذه شهادة قوية أمانة. قامت طلب تعجب صنعاء بالحديدة بقندهر بغانستان، ما قبشرش مثله أبدا، يعني جمهور. إذن تحية لكم وفيكم وعليكم أيها الجمهور. أستاذ فهد، رؤيتك المستقبلية لفنك، هل مثلا في معك مسلسلات قادمة؟ لأن الجمهور أكيد الآن بدأوا يتابعوك. إن شاء الله هي فرصة، أو يعني هذه السنة اشتغلنا بمسلسل حاويلاوي، وإن شاء الله السنة الجاية بجزء ثاني، وإحنا ما وجدنا اللي لقينا نخلق البسنا بأوجاهكم. رغم العدوان، رغم الحرب، إلا إننا مو سنبتسم سنبتسم سنضحك. احسن طبلة. استاذ علي، وجودك انت هنا احسك مستانس وكانك في بيتك، دلي شعورك. مو تشعر لما انت تكون موجود على خشبه المسرح؟ المسرح النفس الذي تتنفسه المفتوح. واذا كان المسرح اللي تتنفسه الجمهور، ما هو نكهه الحياه؟ تحيه لنكهه الحياه. ياسر النهمي. لا تكتسر الطبشورة قوية. استاذ ياسر بعذرني. خذ راحتك يا استاذ علي. استاذ ياسر، بينك جمهورك مشتاقك يشوفك فوق الخشبة، مو تقول للجمهور حقه؟ اقول للجمهور الله يطول بعمركم. طبعا ما ظهرك وما طلعك الا بسعد الجمهور هذا. سعد الجمهور هذا والذي واقف خلف الجمهور الأستاذ خالد البعداني. ألف تحية للأستاذ خالد البعداني. إذن في هذه اللحظات ياسر النهمي سيدخل بشخصية الأب. ياسر النهمي سيدخل بقضية شخصية الأب. الفنان فهد الضراب سيدخل ايضا بشخصية الابن. الاستاذ علي البعداني سيدخل ايضا بقضية بشخصية الطفل. خلوا الام. لا. اذا محور المسلسل، محور الاسكتش البسيط عبارة عن اثنين اطفال مع ابوهم يشتروحوا المسرح
والاب ما خليهمش. ليش؟ لانهم الاثنين اشقياء ويعملوا مشاكل بالحاره. ونبدا بالحروف الابجديه من الالف الينا من الالف. اذا عدوا يا جمهور نزيد نشرح لكم. تبدا تبدا السكتش بحرف الالف. مثلا اتكلم بالالف واللي اقول ابا اشتي اولي المسرح، هو يرد عليك بحرف الباء، الاستاذ علي بحرف التاء، انت تريد بحرف الثاء. محور القضيه لين حرف الياء تتصالحوا بالاخره الحروف. اذا يا جمهور نسمع من الالف من الواحد للثلاثه. اسمع، واحد ابدا بحرف الالف. جلس بزوتك، جلس، قر قر. ابدا بحرف الالف. انت طفل طفل، وهذا ابوك ما رضيش بزغ بحديقه. الف باء تاء ثاء جيم حاء. تبدا بحرف الالف، اول كلمه لك، اول كلمه لك بحرف الالف. انا جاوع. ما انت جاوع هذه، لا اول شيء بحرف الالف. ابا انا جاوع. ممكن ابا انا جاوع. ها ها باء باء صح باء باء. ايوه ايوه قول باقي بلاك. ابا باقي بلاك بوتشتا. بحرف التاء. بحرف التاء. يا برد بحرف التاء. تتشلق علي. تلوك تلوك شلوك زعم مقرة دقرة يقول شلوك تلوك. ها صح صح. حرف الثاء. الذال. ثاء ثاء ثاء. أيوة حرف الثاء. مو قلوا ثلو. بحرف الث... بحرف الثاء. بحرف الثاء يعني الثاء. هي بسرعة ثلاث. ها ها الوقت لي مر. سوما 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 بصال. اداني محور القضية. انتظر، اداني محور القضية انه ما بزكش للمهرجان او جملة مفيدة لاجل الجمهور يعرف. حرف بحرف الثاء. ثلاث ايام وانا اشتي ولي المسرح عندما تخلاني شيابا جني شلت. لا خلاك جسمي بيت اقوم. يا سلام عليك. بحرف الحاء. حمار شلنا. حرف الخاء. خلاني ولي المسرح يا ابا. دلك من دلك من على المسرح. حرف الذال. ذلني ذلك انا يا ابا حرم عليك. حرف الراء. الراء. رقم مبكي على المشنة. انا جاوي على المسرح. حرف الزاي. زيديني عشقا زيديني. حرف الزاي. حرف الزاي مو زيدين عشقا. حرف الزاي. ها يقع زيت كبه. أيوة. أمانة إنك زيت كبه وكل يوم تطلب من هذه الطلبات. سين 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 سين. الجمهور قهوة فاهم زيد منه. سين والله ما نسمع حاجة. سين. جمهور لا تغشوا لوش لا تغشوا لوش. هو فاهم كذا. حرف السين. سوا سوا مسعابة سوا سوا ما تمكناش. حرف الشين. شاولي المسرح قصبا عنك وعن أمي. يا سلام يا سلام. صعب أبو الزخ هناك وانت واحد عدو عصرحت إذا الجمهور إذا خالد الوعداني. حرف الصاد. حرف الضاد. ما يجيني اللي بالنقط اللي بالنقط. حرف الضاد. سيد علي. حرف الضاد. ظلني بحنانك يا أبا شلني المسرح. سين. حرف الطاء. طلع السيارة يا أبا المسرح وأنا ما أولوش حرام عليك. حرف الضاد. ظهري وقعني من السيارة حقك. عين. عيني عيني. ها مو بينه. عيني تشتغل المسرح والممثلين يا أبا. حرف الغين. غين. غاب غمك اليوم يا أبا غمك عن المسرح حرام عليك موتك لي. فكاهة بينك طول عمرك ولا رضيك تعتدل ولا رضيك تسمع خبر أبوك. قالوا لي بو مسرحيات ومسابقة عالمية بحرم عليك. حرف الكاف. الكاف. كلمهم كلمهم يا أبا أنا أحسن واحد بالمسرح حرم عليك. لا تولى ولا تبدأ ولا تسرح ولا تبدأ. حرف مهمو. قوية مهمو. أها كمل. مهمو. أها شلوا هذه تمشي يا أبا. نون نون نور قلبي يا أبا هو أمنية حياتي إن أنا أوقف بين الجمهور هذا. واو واو أوه ماي جاد. أكلك الحروف الباقية. ولا يا ابني واستمتع وافرح بين أحسن جمهور بداخل العالم. ها حرف الهاء. حرف الهاء. أيوة حرف الهاء.
صح حرف الياء. اختم كلامك بحرف الياء. يا رب وفقنا بهذا العمل. اذا اسمع تحيه لالوع نجوم. اسمع تحيه اختم ويا 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 ياسين عليكم يا احسن جمهور. اذا شكرا لكم نجوم حاولاوي على خشبه المسرح. شكرا شكرا شكرا, شكرا فنان ياسر. شكرا فهد الضراب. شكرا علي المعبري. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب التعليق مشاركتك مع الاصدقاء. لكي يصلك كل جديد اشترك الان على قناتي في اليوتيوب المحترف إب. متابعة وتسجيل البرامج المهمة عبر القنوات الفضائية. لتسجيل ونسخ برنامجك اتصل بنا على الرقم التالي 00964720 4576. مندوب قناة اليمن الفضائية قناة سبأ الفضائية. المحترف للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني. العنوان اليمن محافظة إب المدينة القديم الباب الكبير. للحجز تلفون 37045576. ثابت فتح الخط 04416448.